الطريقه العامة احنا ما ولا واحد يعرف علينا ولا واحد يجينا ولا واحد يقول ايش عندكم، وحالتنا ترذيلة لا شغله لا عمله غير جبل قاحط ضحك. هذا محامي يقعد الظهر عايب علينا، هذا الكرم محامي محصورين حصر لا شغله لا عمله لا عندنا يعني شيء كاني نشتري والله خبز خبز ما ابو خضره والله العظيم ما اقدر اشتريها لا حاجة عجان فرعيني ولا حفيانين في البرد البرد طعنا ميتين خالصين يعني من كل الجهات ما عندنا شيء. لا سلة جابونا لا حطاب لا شغله لا عمله لك شو هالجريمه هاي ولك ما جاء منظم ولك احسن اول رئيس منظمه كذاب ما صدق معانا كله كل شيء منظمه دعت تجينا كذابه عم يصورون ويروحون يجيبون على كتوفنا ويدعمون بعضهم هذا الغرى شو هذا اجرام اللي مو اجرام نذكر ولا ننكر جاءت لنا جمعيه تبرع جمعيه خيريه فجاءت لنا ب 100 كيلو بيرين للعائله 100 كيلو بيرين شتاء وغرس غارس وامطار وبرد غارس في هذه المنطقه 100 كيلو بيرين 100 كيلو بيرين يوزعونها مع العلم في هناك مخيمات مجاوره اقول مخيمات مجاوره يوزع لها 900 كيلو و1000 كيلو بيرين ولا يفصل عنا وعن هذه المخيمات سوى 400 متر محسوبيات سوء إدارة بالمنظمات لا أعلم هذا مخيم لم تزره منظمة قذائية أو غير قذائية منذ 6 أشهر أقول هذا الكلام أنا مدير المخيم ومسؤول عن هذا الكلام